السلام عليكم عبد الله. عبد الله معكم من نيويورك. انا في هذا الصباح ديال الشهر ديال الجوان 11 الخميس، انا خرجت باش نرسم في 6 الصباح في الشارع بحال الفيديو اللي وريتكم المره الاخرى. المهم هنا نشرح لكم انا على الرسم، بغيت نشرح لكم لانه بعض الناس يعني طلبوا مني باش نهضر مباشره، لكن مع الاسف ما تنقدرش نهضر الوقت اللي كنكون خصو، لان خصني نكون صوت. المهم باختصار، الصعوبات اللي كاينه في هذا الرسم هذا هو يعني باش دير واحد الرسم كبير، باش دير واحد الرسم كبير تيخصك يكون عندك واحد التوازن، التوازن في لاميتريز ديال الخط والتوازن ديال الوقفه اللي راك واقف، واش واقف على السلوم ولا واقف على كرسي ولا. انا غادي نعاود لكم واحد قضية واحد الرسم، شوف قضية راك كتبت عليه، ولكن غادي نعاود لكم. دابا حاليا كتصب الشتا، يلا بديت كنرسم كتصب الشتا. انا دابا غادي نحاول نمشي نتخبى واحد شوية، لما حبسات انا قاطع الطريق نستنى لما حبسات شوية ونعاود نرجع ونعاود نكملوا الرسم ديالي. انا كنت هاد الكرو هادي ديال طاليان هي تسدات اللي العمارة ديالها كلها مسديدة. ايوا كتسنى شوية تصحى، هي بدات كتصحى، بدات كتصحى شي شوية، انا غادي نرجع لها. المهم غنشوف هذا، كنوريكم هذا الرسم ديال السيدة اللي كتعزف على الآلة ديال الانسترومون ديال الباز. ها ملي كنت كنرسم هاد الصورة هادي وقف على ذاك السلوم على ذاك الكرسي وطحت طحت. دابا خاصكم اللي تفهموا، خاصكم اللي خصني نفهمكم على التكنيك ديال هذا الرسم. انا كنرسم على الخط، كنرسم بالخط، الرسم بالخط شكل اخر، ماشي سكتش. الرسم ديال الخط ماشي سكتش، خاصكم تفرقوا ما بين الرسم ديال الخط والرسم ديال السكتش. هذا رسم الخط. هنا مالوريزمون هذا الرسم اللي درته هذا هو البارح، شوف واحد حاشاكم واحد الدبانه جات ودارت لي ديك الصباع على الرسم ديالي. هاد خينا هذا نفس خينا اللي كيرسم في بالاحمر، كيرسم في الحيط، ما عرفتش دقت ليه الدبانه، ما عرفتش اش خديت ليه ليسباس ولا ما عرفتش اشنو اسمو، ومشى بدا كيدير هذا لابانتور، كيدير ديك السبراي ديال لابانتور كيديرها على الرسم ديالي، رغم انه كنحترم انا لقيت شي رسم ما كنرسمش فوقه. المهم هنا ثاني غادي نعاون، لان البلاصه خاويه فارغه ما بغيتوش يجي يزاحم لي يدي، اسمو غادي نرسم هاد الطورو، هاد الطورو كيقولو لنا انا كنرسم فيه دابا ما نورزمو، الكاميرا ما شداتش كل الرسم، انا راه حاليا كنرسم هاد الطورو هذا. دابا التشالنج يعني التشالنج فيه كيف هاد الرسم ديال الخط، ماشي غير السوبجيكت اللي خصك تلقى، اولا خصك تلقى بعدا السوبجيكت، لان هاد السوبجيكت راه من الدماغ ديالي، وثانيا خصك تحط داك السوبجيكت تحطو يعني في واحد المساحه اللي هي ما تكونش كبيره بزاف، ما تكونش صغيره بزاف، ما تكونش قصيره بزاف، يعني على حسب الفوليوم، على حسب الاسباس، يعني تشالنج تيكون تشالنج. اكثريه تشالنج ملي تكون الرسم كبير، ملي تكون عندك صغير وكتبغي تكبرو، هذا هو التشالنج. نورمالمون الناس الرسامه راهم كيعرفوا كيعرفوا باش كتكبر واحد السوبجيكت اللي كيكون عندك صغير في الورقه صغيره، باش تكبرو راه خصك دير يعني واحد العمليه كتسمى الصندوق. هاد الصندوق اللي كتكلف اللي كتكون في 6 ديال الشراطي، 6 ديال الشراطي كتحطو تما عاد كتنقل ديك الصوره على ديك 6 ديال الشراطي عاد. يمكن انا ما عنديش اي مشكل، انا يعني خلال يعني كنحس براسي حر، الرسم ديالي السوبجيكت ديالي انا، ماشي نقول ماشي شي حاجه، يعني اختراعات على كرياتيفيتي، السوبجيكت ديالي انا ماشي كتشوفوا السوبجيكت ديالي انا، هاد السوبجيكت ديالي انا، ما تنقلش شي ورقه ولا شي ورقه. يعني كاين واحد تشالنج، كاين واحد كومبيتيسيون مع نفسك، تيخصو يكون عندك السوبجيكت، اولا تيخصك تخلق السوبجيكت، ثانيا تيخصك ترسمو في البدايه، خصك ترسمو في مذكره صغيره، ملي كترسمو مذكره صغيره كتعاودو 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 عاد كتحط لها ديسيزيون باش تنقلو كبير، باش ديرو
على الحائط الكبير. يعني راه تشارو يعني راه ماشي سهل، ماشي سهل باش دير هادشي. والخط كيعتمد على السرعه، يعني كما تشوفوا انا السوبجيكت كنديروا تقريبا قسم المدانه ولا قسمين المدانه ولا اقل من قسمين المدانه. يعني السوبجيكت كنديروا صافي سهل اصبو، ما تحتاجش لي ديتاي. هذا هو الاختلاف اللي كاين في هذا الرسم ديال الخط، ما كيحتاجش الصباغه، ما كيحتاجش ندير اللون، ما كيحتاجش غنبدا ندير نبدا نسكراتشي ندير الشراط الشراطي بحال اللي درت في الرويضه كما تشاهدوا الرويضه ديال الطوموبيل بحال هادي. يعني الرسم ديال الخط ما كيطلبش داكشي. يعني علاش كيكون تتكون المهمه ديالو هي لا سيلويت، راك تهضرت عليها في ذاك الارتيكل ديال الباتير لا سيلويت. لا سيلويت عندما هو كما رجعوا للارتيكل اللي كتبت واحد السيمانه الخط كيتبازا الدين وورك الزوايا الدين وورك شنو هما الزوايا الدين وورك الزوايا بل واز تو فاح يعني هذا الهم خلاص حاجه ورا حاجه سكرو اب حاجه تحت سو اي سكرو اب سو نو اكل ام نايتيز اكل من لايك ذيس اقول دو سام تو بو تي تو دو انا كيلو سوبر يعني كيخلقوا يعني الفاتير شنو هو الفاتير؟ الفاتير يعني غير مثلا دير خطوط في لوحه بيضاء دير خطوط تحط تحت خط خط تحت خط هوريزونتال ولا فيرتيكال، كديرهم فيرتيكال وهوريزونتال. هذا كيتسمى باتر، هذا غير بوحدو كيتسمى باتر، هذا هو الاسم ديال الباتر. يعني واحد ريفليكشن ديال يعني واحد ديسان اللي هو ماشي ابستراكت، ماشي فيغوراتيف، ماشي تشكيلي، ماشي هذا هو اللي كيتسمى باتر. المهم غادي نحبس هنا، كنتمنى تمتعتوا بهذا الفيديو هذا. عبد الله معكم من نيويورك، الى حلقه اخرى ان شاء الله.